الصحفيات بمختلف اشكالها وانواعها. اليوم في اطار استمرار التنسيقيه الوطنيه في برنامجها النضالي وبعد العديد من الاشكال النضاليه التي اتخذتها هذه التنسيقيه. معكم الاستاذ عبد الرحيم طلحه، امتحان مهني 2019 من ضحايا تجميد ترقيه من طبيعه الحال. كنشكر كل المنابر الحره اللي حضرت معنا هذا النهار واللي كتغطي وكتواكب المعركه ديالنا النضاليه، معركه ضحايا تجميد الترقيات، بعد تسويف وتماطل طويل، بعد وعود كاذبه من الوزاره الوصيه، لازلنا مستمرين في معركتنا من اجل وصول الى حقنا المنشود والحق المكفول قانونيا ودستوريا، وهو الاستفاده من مستحقاتنا الماليه. حق كما قلت وليس مطلب يستدعي حوارات او نقاشات او حوارات ماراثونيه الى غير ذلك. اذا معركتنا اليوم معتصم من 12 الى حدود 8 ليلا وقابل للتمديد، جاء امتدادا لسلسلة من المعارك البطولية التي خاضتها التنسيقية، تنديدا بتماطل الوزارة، تنديدا بالوعود الكاذبة للوزارة، تنديدا بالشعارات الرنانة التي ترفعها الوزارة الوصية والحكومة. سجلنا فيما قبل ولازلنا نسجل التعاطي اللامسؤول للحكومة وللوزارة، لحدود الآن لم يخرج أي مسؤول ولم يحدد بالضبط تاريخ صرف الترقيات. هذا نعتبره استهتارا بمجهوداتنا وعملنا واستخفافا بواجباتنا إلى غير ذلك. إذن نشكر جميع المنابر الحرة التي واكبت هذه وقامت بتغطية هذه المعركة، وشكرا لكم. مسؤول معين وبغيت يتحاور معنا، حنا ما عندناش إشكال في الحوار، شريطته أن الحوار يكون على أرضية مركزية وأرضية واحدة تتجلى أساسا في الصرف الآني والعاجل لمستحقات ديال الترقية، لأن هذا ماشي مطلب، هذا ليس مطلبا بل هو حق مشروع. معكم الأستاذ فؤاد صابر، عضو في التنسيقية الوطنية لضحايا تجميد الترقيات. وقوفنا اليوم هو شكل نضالي على شكل معتصم أمام وزارة التربية الوطنية، وزارة التربية والرياضة. وقوفنا اليوم واضح لسبب واحد وهو تأخر في صرف المستحقات المتعلقة لا بالرتب ولا الامتحان المهني ولا الترقية باختيار ولا الترقية بالتسقيف. صدفة كنا عندنا واحد الدردشة مع السيد الوزير، لكن تفاجأنا بأن السيد الوزير كأنه لا علم له بالموضوع اللي جينا عليه اليوم. وكانت عندنا وقفات احتجاجية قبل هذه الوقفة الرابعة حول هذا الموضوع، لكن تفاجأنا بأن السيد الوزير لا يعلم بالموضوع وأخبرنا بأن هذا المطلب سما هو مطلب، في حين أن الأمر يتعلق بحق من الحقوق المكفولة للموظفين للنساء ورجال التعليم. تفاجأنا بأنه غيوصلوا الميساج للمسؤول المعني بهذا التأخر، وهذا كيأكد بشكل واضح بأن نساء ورجال التعليم في هذا الوطن آخر شيء يهم الوزارة المعنية. كيف يعقل بأن معظم القطاعات الأخرى قد سويت لها المستحقات ديالها متأخرة الناتجة عن القرار ديال رئيس الحكومة السابق العثماني في تجميد الترقيات؟ تقريبا كل القطاعات الأخرى قد صرفت هذه المتأخرات، فقط قطاع واحد اللي بقى هو قطاع التعليم. إذا هذا كيأكد بأن هناك سياسة الحجرة، وهي سياسة ممنهجة ضد نساء ورجال التعليم، وهذا يتنافى طبعا مع ما يروجون له مؤخرا بأنهم جاؤوا من أجل إصلاح التعليم وأنهم في طور إنجاز نظام أساسي محفز وعادل وغير ذلك. كيف يمكن أن نتحدث عن إصلاح منظومة ونحن نهمش العمود الفقري لهذه المنظومة ونجاح هذه المنظومة؟ العمود الفقري لنجاح أي منظومة ونجاح لهذا الإصلاح راه يرتكز اساسا على 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 وضع رجال ونساء التعليم. فالوضع اللي كيعيشوه، تصوروا معي ان رجال ونساء التعليم يعانون من هذه مده تقريبا اكثر من 3 سنوات حول التاخر، وهذا زاد اكد الهشاشه والمعاناه اللي كيعيشها القطاع
زاد معاناة أخرى وهي متعلقة بالتأخر في صرف التعويضات المتعلقة بالرتب وغيرها. إذا هذا كيأكد كما قلت بأنه لا جديدة في 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 التصور والرؤية اللي بغت تعمل معها الحكومة مع هذا القطاع هذا، بمعنى أنها جاءت لتكرس، بل أكثر من ذلك أنها ستضاعف من هجماتها على هذا القطاع من خلال تمييز نساء ورجال التعليم وحرمانهم تعويضاتهم المادية. وتحياتي.